السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين نتكلموا على تصريحات تاع المدرب، يعني خاصة بعد المواجهة غينيا الاستوائية، هذا المنتخب العنيد، المنتخب يعني الذي راكم عارفين كيفاش مع الهيشر، اللي هو منتخب هو مشكور في 2022، هو منتخب كان مشكور وين عطانا بيانات باللي يودي راكم غالطين، راكم غالطين. بصح الناس كملت فيها، قالك نحن اقوياء وحنا منا وبنروحو نجيبو كوب ديمون وهذه غير سحور وهذه غير منا ومنا. عشينا داخلين في حيط، صرا لي صرا. وين اكد الناخب الوطني فلاديمير احقيه لاعبيه في الفوز امام منتخب غينيا الاستوائيه رغم اعترافه بصعوبه المهمه، يعني وين كانت امام منتخب كان عنيد، منتخب اللي فاز على الكوت ديفوار باربع اهداف لصفر. وما نقول لكمش فاز علينا في 2022 بتوع ما تنظروش. وقال فلاديمير خلال ندوة صحفية بعد المباراة، صحيح أن المباراة كانت صعبة أمام منافس عنيد، لكننا حققنا عدد من الفرص أبرزها ضربة جزاء التي ضيعناها في الشوط الأول. كما أضاف فزنا بفضل اللاعب رقم 12 كذلك، وهو الأنصار الذي أشكرهم كثيرا على الدفعة المعنوية، أشكرهم كثيرا. يعني على راه في الملعب ويشوف ما شافش يصفروا، ما شافش أنت بارتية تلعب منه وما يقولوا الله أكبر، من ما شافش من صحة وين داروا على تاع بلايلي، صحة كيلمو بلايلي كيلمو، بصح ما شافوش هذيك تاع يخسروا. حنا شاهدناهم ناس ولاو يخسروا، هذوك اللي في أدي ولاو يدخلوا يخسروا، هذوك خالصين، هذوك كانوا خالصين من عند جماعة الفيرما. هذه هي باش يكون على بالكم، قالوا دخلوا في براقين عليه، دخلوا يخسروا. كاين جماعة وين كانوا يعايروا في الجوارة، خاطر كانوا قاعدين عند تاع التينار، دخلة تاع التينار، الجوار اللي يجي بداو يعايروا فيه كيما ولاو يعايروا في إبراهيمي. هذوك خالصين ثاني، خلاص. كما أضاف فزنا بفضل اللاعب رقم 12 كذلك، وهما الأنصار الذي أشكرهم كثيرا على الدفعة المعنوية، أشكرهم كثيرا. وقال أبدينا جاهزية كبيرة في الشوط الأول والثاني، وفي الشوط الثاني عرفنا كيفية التسجيل. وأوضح المباراة كانت صعبة، لكن أشكر اللاعبين على شجاعتهم في الشوط الثاني، جميع شركة في الفوز. وأكد أيضا يجب أن تبقى لدينا الثقة الكبيرة في أنفسنا، أنا شخصيا سعيد كثيرا بفضل الفوز وأنصارنا والأنصار الذين ساعدونا كثيرا، والله لا يشكر في الأنصار. وأضاف الناخب الوطني نملك إمكانية الفوز بالمباريات أخرى، ويجب المحافظة على هذا النسق خلال الاستحقاقات القادمة. كما أبدى المدرب رضاه التام عن صراح الكروي، عن الصرح الكروي بملعب يعني المرحوم الميلود هدفي، يجب أن نبقى متحدين خلال قادم المباريات، نستحق يعني الفوز، واللعب يعني وملعب وهران يستحق أن نعطيه ثاني فرصة لاستقبال به. يا ودي والله لو ما تروح أنصار، هذو أنصار حقيقيين، أنصار اللي دعموا المنتخب الوطني الجزائري، أنصار تاع بصح ماشي أنصار تاع دخلوا يا عبدو ولا دخلوا، لا تاع لي عبدو بكاس هايك هم يقلالوا، هم يقلالوا كما صايروا عليهم المؤثر تاع مشاكرة، في كورة تاع مشاكرة كما صارت تروح. هذه هي سبحان الله، لا استخدم هذه هي أودي أبو خسر شو بتقول له؟ أماطي ما يجابز لك مدربين، ما يجابز لك لعابة، ما يقول لك أنا منا، ما يقول لك هم يخربوا لي، ما يقول ما يجلس ضغوطات كي دايرين؟ ضغوطات عليه شاهدنا كيفاش؟ يعني وين ضغوطات؟ ما صعيب ضغوطات تاع كلاب هكا تنبح وصعيب كلب ينبحها. كيما عندي واحد التسريب هذاك هذاك مسيلمه كذاب قال لهم كل تربص، يقول ذاك مول الشنويه كل تربص شيطهم. يا ودي شكون يسمع فيك؟ شكون يسمع فيك؟ انت وحدك غادي تعاود تنقلب مسيلمه كذاب.
وحدك تعاود تنقلب، ما كاش مشكل كاع، انت يا تنقلب انت. انا شعم الواحد ما يقول لي، يقول له يا ودي انقلب، مي واجع يقول لي اول شيء يهدر يا ودي، نقول له قارع له نربحوا ماتش الاول للزاوج ومن بعد ينقلب. من بعد ينقلب نورمال عادي، واحد بيدو بصح هذاك راجل راهو ينقلب نورمال عادي. قعد قعد حموش هذو خلوهم، هذو هذاك بو كلب هذو تاع قناة تاعهم، هذو يتبعوا قناة ما عندوش مبدا، هذاك ما على بالوش بيك. هذاك كيما نهار الضربة تاع الماتش هذاك مسيلة ما كذاب، قال لهم انا ما نأمنش بشاكرة، قال لهم شاكرة قنعني، قال لهم شاكرة قنعني. وين قناك شاكرة؟ واسبانيولي قناك ولا ما قناكش؟ ولا اني فرحان من قلبي خاطش عليها بروبيير ميطون، شاهدنا الناس كيفاش ولات تزغد، او ولاو يزغدو دوزيام ميطون على بالك الناس كماصات. ها منا هذا مشي مدرب، هذا كان والو. ها يا سي لا صح، منتخب منتخب مشي ساهل الجماعة، غينيا استوائية مشي ساهل. أنا الناس كنت خايف منها بصح ساهل، نربحو ما نقولش بلي ما نربحش. أنا ليبيريا نربحها، لي مشي ليبيريا، ليبيريا لي خامنها. أنا ليبيريا نربحها خويا، ليبيريا وحجاب يعني ماشي كيما المدرب السابق يقول لك لا ما بغيتش نحطو في تحت ضغوطات. تعقلوا شنو اخر بغا يلعب ميريزاك، مي قالوا له لا ميريزاك، قالوا ما بغيتش نحطو تحت ضغوطات. ولا لا ما ينجمش، ناس غالطه. المدرب هذا ما ينجمش يدير التغييرات، انت التغييرات باش يديرهم يعني نقولوا بلي ضخ دماء جديده، يجب ضخ دماء جديده، بصح ماشي بطريقه متسرعه، ماشي طريقه متسرعه، بشويه 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 بشويه، هذا مكان بشويه، ماشي طريقه اللي راكم تشوفوا بها نتوما. ان شاء الله يا ربي. هاكا بغيتو تسكتو علينا شويه ولا بس سكتو منا الى الاوكتوبان كي خرج هذاك مسيلمه كذاب. ريح صعيب كاش ريحه، مسيلمه كذاب ريحه، ريح صعيب صعيب. عطاتكم في الكذب الشعب يبقى يتبع فيكم ولا عاود قلب البيستا، قلبها 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 بشويه قلبها. ياه اقلبها بشويه اقلبها، هاو جاهز بس سهله ولا هاو جاهز تبدا غادي تقعد غير هاك ولا ما تقعد غير هاك صح. والله نجاح مليح كاع، الله يعطيكم الصحة. هاو الله يعطيكم الصحة، والله نجحوا، نقول بلي نجحوا، نجحوا مع مدرب، عرفتوا مدرب قام يشكروا فيه، قال لك ها راه محرز، وقال لك يا ودي مدرب هو اللي عطانا فكره على الخصم كيفاش يلعب، عطانا فكره على الخصم كيفاش يلعب، والتغييرات التكتيكيه اللي دارها. حنا كنا بريمير ميتو نلعبوا، كان خمس سنين بريمير ميتو، دوزيام ميتو يدور علينا، ربي كان يشد كان يحفظه صايم. من بعد ولات ربي قال لك يا ودي انا نقعد غير نقعد غير شويه خدمه من عند زغد. وكاين مساكين يوالفوا يوالفوا هذوك هذوك اللقاطات هذوك تاع يسقر منا منا، تبان لهم بلي صايم مدرب. ايوا
هذو هما اللعابة، هذو هما اللعابة، وهذا هو المدرب. ها الناس كي ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. واللي يمشي ابوني معنا، ما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم.